محو التاريخ وحرمان الأجيال من إرث أجدادهم. إن عملية سرقة الآثار ونقلها من بيئتها الأصلية إلى أماكن أخرى يعرضها للزوال، لأنها بذلك تتحول لمجرد قطع زينة لا قيمة حقيقية لها. فبمجرد أن تغادر القطع الأثرية أرضها يغادر معها سياقها التاريخي، ويحرم الجميع من معرفة ماضي تلك المنطقة الأثرية. وهذا ما تعرض له العراق مرارا وفي عصور مختلفة. فمنذ أكثر من 100 عام والعراق يتعرض لحملات نهب ممنهجة لآثاره، وتركزت تلك الحملات بعد عام 2003، حيث تم نقل عشرات الآلاف من القطع الأثرية الثمينة والنادرة إلى خارج العراق، ليتم عرضها اليوم في متاحف عالمية لا تمت للعراق بصلة. وقد شارك العديد من مافيات تجارة الآثار في عمليات السرقة تلك، ليتم تصدير القطع الأثرية بشكل دوري إلى الخارج. إن أرض العراق ما هي إلا بيئة يقبع بداخلها ملايين القطع الأثرية النادرة والتي لم يكتشف بعضها حتى يومنا هذا. وقد مرت عبر أسواق الآثار ومزاداتها الشرعية وغير الشرعية العديد والعديد من الألواح الطينية السومرية والمقتنيات النادرة لحضارات مختلفة عاشت على أرض الرافدين، تؤرخ تلك المقتنيات لفترات مختلفة من التاريخ البشري. يوجد حاليا في جامعة كورنيل الأمريكية بنيويورك أكثر من 10,000 قطعة من الألواح الطينية السومرية. ورغم أن العراق كان قد رفع أكثر من 300 قضية في المحاكم الدولية لاسترجاع آثاره المنهوبة، وقد استرد بالفعل آلاف القطع الأثرية، لكن الجرح لا يزال دام، لأن هناك عشرات الآلاف غيرها لا تزال بعيدة عن أرض الوطن. وهناك تنسيق دائم ومستمر بين وزارتي الخارجية والثقافة العراقية وبين منظمة اليونسكو والشرطة الدولية الانتربول من جانب آخر لاسترداد الآثار العراقية المنهوبة. لذا ومن منطلق وطني أصبح لزاما علينا اليوم أن نطالب بشكل رسمي استرداد الآثار العراقية التي تعرض في متاحف غير متاحف العراق، وأن نستثمر فرصة زيارة الدول الأعضاء لمنتدى الحضارات العريقة إلى العراق من أجل فتح ذلك الملف الحساس، للضغط على المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب العراق في قضيته الحقة، وللحديث بقية.